بالبارت 1 شفنا انترو سريعة عن ريب، بهالبارت رح بحكي عن الكاركترستكس والمسج فورمات تبع ريب. ريب هو Distance Vector Routing Protocol مثل ما قلنا قبل، بيستعمل الهوب كاونت كمتريك وحيدة لينقي الباث تبعه. بيعتبر كل destination بدأ أكثر من كنز هوب ليوصل له unreachable. بخصوص الراوتينج تيبل ابديتس، الريب في 1 بيبعت برودكاست كل 30 ثانية، بينما الريب في 2 بيبعت مالتي كاست كل 30 ثانية. عم نشوف هون ان انكابسوليتد ريب في 1 مسج، واذا منفوت على بارتي الريب مسج منشوف كيف مقسم. بشكل سريع، اول فيلد للكوموند، الثانية للفيرسيون تبع الريب، بعدين عنا الاي بي ادرس تبع الديستنيشن، وبعدين المتريك. هلا كيف بيمشي الريب؟ على الستارت اب كل ريب كونفيجرد انترفيس بتبعت برودكاست لريكوست مسج، بتسال من خلالها كل الريب نيبرز اذا كان في ريب نيبرز يبعثوا كل الراوتينج تيبل تبعهم. اذا كان في جار ريب ووصل له هالريكوست بيبعث الراوتينج تيبل تبعه، وبس الراوتر توصل له التابل دو روتاج بيشيك كل روت ليشوف اذا هالروت جديده، واذا ايه بيزيد دغري بالتابل دو روتاج تبعه. اذا هالروت اصلا موجودة عنده بس الهوب كاونت تبعها احسن، يعني اصغر من يلي عنده، سو بيعمل ابديت للي عنده اياها. واذا لقى انه ما في تشينجز ما بيعمل شيء. من بعد ما نخلص عم نحكي عن ريكوستنج راوتر، بيرجع بيبعت تريجرد ابديت من كل الانترفيسز تبعه، وهالابديت بيكون فيه الراوتينج تيبل تبعيته. شفنا بهالبارت كيف بيقلع ريب. بالبارت 3 رح نفوت اكثر بالكونفيجوريشن.